كثير من يقول حب الحسين عليه السلام أجنني، فكيف لنا ألا نجن بحب الإمام الحسين عليه السلام وهو شفيعنا إلى الله سبحانه وتعالى. سادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم بحلقة جديدة من برنامج كربلاء محط الرحال وعبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية في كربلاء المقدسة وبالقرب من ضريح المولى أبي عبد الله وأيضا الإمام العباس عليه السلام. اليوم سادتي الكرام معنا ضيفنا من لبنان السيد مهدي، راح نتكلم معه حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام وتواجده بكربلاء المقدسة خصوصا وهذا الشوق اللي هو متوج بحب الإمام الحسين عليه السلام، واليوم هو بكربلاء راح نلهم من عنده كثير من المشاعر اللي هي كانت فياضة بضريح المولى. حياك الله يا سيد مهدي اليوم بكربلاء، الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. وما تعبان؟ ايه شوي مسافة الطريق. مسافة الطريق، شوف كل شيء بيتعب عند ما تصل للإمام الحسين عليه السلام كل يوم. صح نهاري. صح. أذكر بالزيارات اللي تكون زيارة الإمام الحسين سواء بالأربعينية أو بالعاشر، احنا نروح لمنطقة معينة مثلا لمحافظة النجف، النجف الأشهر، ونرجع من محافظة النجف لكربلاء مشي على الأقدام، نشوف انه رغم التعب ورغم الجهد واحنا ساكنين بكربلاء، صح، لكن عندما نصل للإمام الحسين عليه السلام تنسى كل التعب نهائيا، يعني رغم ما احنا كنا متواجدين بكربلاء. صح. فهنيئا لكم عندما تشوفون مشاقة الطريق من لبنان لكربلاء بعيدة ايضا. الله يخليك. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الحوراء زينب وعلى أبو فضل العباس ورحمة الله وبركاته. حسنت. نحن بلبنان من كل شيء اسمه شيعي بيتمنى زيارة الإمام الحسين وأبو فضل العباس والإمام علي، بس في أوقات ظروف تمرق على البني آدم بتكون قاسية، ظروف الحياة بتكون قاسية. لا فمن أني وصغير طالب زيارة الإمام الحسين، وطلبتها بإذن الله أنه تكون بأيام حار مثل هلا كرمال لنواسي الإمام الحسين بالوضع اللي هو كان فيه بكربلاء. بالنسبة للشوب اللي كان فيه وبالنسبة للعطش اللي وصل له، يعني ما حبيتش إجي بالشتاء، بتعرف بتكون الدنيا مبوردة شوي. فالحمد لله بالنهاية اللي بيكون حابب من قلبه يجي ويشوف قبة الإمام الحسين، والله بيستجب له دعائه. فالحمد لله الله استجب لنا دعائنا وجينا. اللي بدي خبرك إياه، وقت اللي وصلنا أكيد نحن بدنا نجي، يعني أنا صرت أسأل كل تفاصيل كيف بدي أتصرف وكيف بدي أشتغل، لأنه جاي قابل يعني أكتر إمام مهم بحياتنا اللي ما رأيت. في أحد علم الدين قال لي أنه بدك تستأذن أبو الفاضل لتفوت لعند الإمام الحسين، عشان وقت اللي كان بزمن الإمام الحسين بس يجي أي حدا يروح يستأذن أبا الفاضل، هو أبا الفاضل قاضي الحوائج، يستأذنه ليفوت لعند الإمام الحسين. والحمد لله وقت اللي وصلنا واستأذننا أبا الفاضل العباس كرمال لحتى لنفوت عند الإمام الحسين، والله استجاب لنا دعائنا. ونحن مش طالبين الا كل اي واحد شيعي بالعالم يتمنى يزور الامام الحسين، الله يطعمه اياها يا رب. الحمد لله. الاشخاص اللي قد تكون ظروفهم الماديه صعبه ما يقدر يجي زياره الامام الحسين عليه السلام، كيف يتصرف في هذا الوقت؟ بس يعرف حدا طالع يشوف طالع على العراق كرمال الامام الحسين، يعني بيصير بده يتعلق فيه بأي شيء أو يطلب منه بس الدعاء ويناديه من عند الإمام الحسين، وهذا اللي كنت أتصرف أنا من زمان لحتى لي هلأ الله استجاب لي الدعاء ويسر الأمر الحمد لله.
اليوم من خلال تواجدكم بكربلاء المقدسة، كيف كانت أجواء الزيارة لحد ما وصلت للإمام الحسين لحضرة المقدسة؟ كيف كان استقبالك للحضرة عندما دخلت؟ يمكن أنا بقول لك على أي شعور بالعالم، بس إلا هذا الشعور ما بقدرش. لا إحنا بهذا الموضوع خلينا نوقف، يعني أنا دائما كل ما أسأل الضيف على هذا الشعور يقول لي أنا ما أقدر. عن جد مش مازح، يعني هو فرح إني شفت الإمام الحسين، وبنفس الوقت الدموع اللي نزلت يمكن بقول لك أنا سيد نقدر نقول مثلا إنه هي فرح مطرز بحزن، صح، على رهبة، صح، خوف، لأنه وشوق، صح. يمكن هي مش مبالغة، بس إذا واحد توفى له حدا من أهله أو من عائلته بيحزن عليه، بس مش مثل الوضع اللي بيكون، مش مثل المصاب اللي صار بأبا عبد الله الحسين. عشان هيك عم أقول لك هذا الشعور هو شعور فرح مع حزن شديد، مع فرح شديد. وأنا بالطيارة يعني صرت مش مصدق حالي أني عن جد طالع، فكر حالي بحالم أني طالع قابل الإمام الحسين وقابل فضل العباس والإمام علي وبقية الأئمة. واليوم أنت بكربلاء، الحمد لله، ونرحب بك مرة ثانية بكربلاء. أهلا وسهلا فيك. يعني إن شاء الله أنه تكون هذه الزيارة هي امتداد لزيارات إن شاء الله بالأيام القادمة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى. سيد مدي خلينا نطلع فاصل، بعد هذا الفاصل راح نواصل سادة الكرام. إذن سادة الكرام رجعنا لكم من هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين مع السيد مهدي. رحب بي مرة ثانية بكربلاء سيد مهدي، رحب بيك. خلينا نتجه اتجاه آخر، إنه كل شخص ينظر لشخصية الإمام الحسين عليه السلام من جانب، قد يكون هذا الجانب ترى شخصية الإمام الحسين من جانب البطولي، أو ترى شخصية الإمام الحسين من الجانب العقائدي والديني. صح. فاليوم من أي جانب ترى شخصية الإمام الحسين عليه السلام؟ أنا بشوف شخصية الإمام الحسين أنه هو مدرسة. نعم. يعني أكثر من شخصية، بالشجاعة وبالقوة بالصبر، بتحمل الأذى إله ولعائلته. نعم. نحن بنتعلم منه هيدي الأمور، نتعلم الصبر، بنتعلم الصبر على المآسي الحياة أو الصعوبات، بنتعلم منه القوة الشجاعة بكل شيء. نحن بنتعلم من الإمام الحسين لأنه هو مدرسة، وهن أهل البيت كلهم مدرسة، نحن عم نتعلم فيه الحمد لله. الإمام الحسين عليه السلام ترك لنا كثير من المبادئ، هذه المبادئ هي تطبيق لحياتنا اليومية، لكن بهذا الوقت ترى الكثير قد يكون بعيد عن هذه المبادئ اللي تركها الإمام الحسين عليه السلام، سواء مغريات الحياة اللي طرأت بالفترة الأخيرة والحداثة وهذا التطور العولمة بصورة عامة، صح، وسواء هو نفسه الشخص يعني قد يكون هو مبتعد عن هذه القضية، صح. فكيف بالإمكان أن احنا نكون موالين لقضية الإمام الحسين عليه السلام ونحن بأنفسنا مقصرين؟ نحن موالين بخط الإمام الحسين. وقت الإمام الحسين، وقت معركة كربلاء، عفوا، وقت معركة كربلاء صار وقت الصلاة. أحد الأشخاص من المقاتلين مع الإمام الحسين قالوا له إنه نحن بدنا نكمل المعركة، أم ما قبل معهم بثناء المعركة، وقف ليصلي، وقف المعركة الكرمال لحتى ليصلي. أحسن. فنحن بهيدا الزمن، بزمن التليفونات، زمن التواصل الاجتماعي، الصلاة مش عم بتكون بوقتها. شنو السبب؟ سبب البعد عن مدرسة الإمام الحسين، وعم يلتجئوا للأشياء الرفاهية، للأشياء اللي ما خاصة بالدين، للأشياء اللي عم بتوديهم بس هن كرمال لحتى يعيشوا بحياة الدنيا، مش عم بيشوفوا للآخرة ابدا، يعني ما ولا عم ينظروا نتف صغيره للاخر، لانه بس بدهم يكونوا هن ينظروا للاخره بدهم يلتجئوا لمدرسه الامام الحسين ولا مدرسه اهل البيت. احسنت. اليوم من خلال تواجدكم بكربلاء، هل ترى برايك انه الدموع والحزن على مصاب الامام الحسين عليه السلام كفيل بان تقضى حاجتك عند الله سبحانه وتعالى وقبولها من الامام الحسين؟ ان شاء الله يا رب، ونحن بإذن الله حوائجنا هي ظهور الإمام، تعجيل فرجه،
ونكون من أنصاره ونستشهد بين إيديه كرمال مثل ما ملأت الأرض مثل ما ملأت الأرض ظلما وجورا تمل. فكرمال هيك نحن بدنا بس ظهور الإمام. صار في فساد كثير. أحسن. صار في فساد بي 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 بكل العالم. يعني مش بدي أقول لك عن لبنان أو على أي منطقة. صار في فساد مستشري بين الناس. عم يخلق الطفل مجرد ما قدر يتحكم بالتليفون أو بالآيباد أو بأي شيء عم ينسى أوقات الصلاة، عم ينسى التقرب من الله، عم يعني بطل صار القرآن مهجور بالبيت، بدون يقرب القرآن ما في حدا يقرب القرآن. أحسنت. اليوم كل شخص قد يسأل إنه الطقوس اللي تحيون بها شعار الإمام الحسين عليه السلام بلبنان كيف وكيف يكون التحضير لها سواء على زيارة العاشر المحرم أو الأربعينية؟ أنا لأني كنت مش قادر إجي قبل هلا، وقت يكون الأربعين أو وقت يكون في زيارة وقت يكون الأربعين أو مجلس لو كان بعيد بوقت الأربعين نحن بضيعة النبي شهيد، إذا بتسمع فيها ضيعة السيد عباس شهيد، منروح ماشي عند السيدة خولة، هي بالسيارة بدك شيء ساعة ونص تقريبا بالسيارة، منروح مشاية بوقت الأربعين بس لحتى نواسي أهل البيت، نواسي السيدة زينب بالسبي اللي سابوها إياه من كربلاء لحلب على لبنان لرجعوا جيبوها على النجف. نعم. فنحن بدنا نواسي أهل البيت بأي تصرف بدنا نصارف. نعم. أيضا يكون استعداد لمسيرة مثل السيدة خولة عليه السلام أم تكون منطقة بعيدة يعني؟ هي المنطقة بتكون بعيدة، قلت لك بالسيارة بيكون في شي ساعة ونص تقريبا، بس نحن منروح على مشاية من البيت بنمشي مشاية للسيدة خاولة. الوقت اللي استغرق بالمشي تقريبا 7 ساعات أو 8؟ شي 7 ساعات 8 ساعات حسب، هو للشاب أقل شوي تيجي شي 7 ساعات بس يكون في أطفال، وأنا هيديك السنة أخذت بنتي كان عمرها سنة ونص تقريبا، يعني ما بتقدرش تمشي، أخذتها كنت حملها على كتافي بس كرمال لحتى لي واسي أهل البيت وواسي الطفل الرضيع وواسي علي الأكبر. أحسنت. كم شخص حملك زيارة الإمام الحسين عليه السلام بالإنابة؟ كتير ما بينعدوا، وبعد لهلا بس احكي مع حدا بس بيقول لي روح بس صلي لي ركعتين عند الامام الحسين وخلي يطلبني بس انه روح شوف الامام الحسين. بل باعتقادك انه الامام الحسين عليه السلام يطلب الشخص لزيارته باذن الله؟ يعني هي توفيق؟ هي توفيق من عند الامام الحسين، من عند الله ثم من عند الامام الحسين. احسنت. نتطرق لموضوع اخر، الشهاده او الشهيد بصوره عامه، هل هي كرامة من الله سبحانه وتعالى للشخص نفسه؟ صحيح، وبيكون عم بيواسي الإمام الحسين لأنه هو سيد الشهداء، وإن شاء الله نحن بآخر الزمن كون مع الإمام ونستشهد مع الإمام، كون ننتصر بالأول. الشهادة مش ضروري الواحد يستشهد، الواحد ينتصر ويرجع الشهادة، وبإذن الله الإمام الحسين في أحاديث بتقول إنه اللي بيطلب زيارة الإمام الحسين وبيجي لعند الإمام الحسين بنهار الوحشة، بليلة الوحشة اللي هي أصعب شيء، وهي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فزع من القبر، فبس حدا يجي لعند الإمام الحسين، الإمام الحسين بيكون معه ليلة الوحش، وهي هيدي من أصعب الأمور هيدي. أحسنت. خلينا نستغل تواجدنا بهذا المكان قريب على حضرة الإمام الحسين عليه السلام، وإذا تتوجه بطلب الإمام الحسين عليه السلام وخصوصا كل شخص عنده حاجة وطلب يطلبها من الإمام الحسين. هو ما منطلب لإلنا، منطلب للمسلمين عموما ولشيعة الإمام الحسين وشيعة علي بن أبي طالب خصوصا، بالشفاء لمرضانا ولتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرج الشريف. موفقين إن شاء الله. الله يخليك. شكرا لتواجدك في هذا البرنامج، وصلى الله تعالى التوفيق والعودة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله يا رب. الله يخليه. يا الله.
شكرا سادتي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة لهذا البرنامج، نلقاكم إن شاء الله بحلقات أخرى. شكر موصول لفندق قصر الدرة لاستضافتي لهذا البرنامج، مع السلامة.